مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، هي الانطلاقه مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا لشوطنا الرابع عشر او شوطنا الثالث عشر في مجموعة الاشواط، وشوطنا الثالث عشر المنطلقون الخاص في هذه الانطلاقات الجميلة بالاذاع البكار المحليات الاصايل من هجن اصحاب السمو الشيوخ هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. شوطنا الثالث عشر اذا في طريقه وتحدياته واثاراته هنا على أرضية هذا الميدان. نتابع معكم سويا مسيرة هذا الشوط، نتابع هذا الانطلاق، نتابع التحدي والإثارة، نتابع الصدارة هنا مطيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقدمها عتيق بن سالم بالعرط الحميري على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، وهناك تأتي زمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، يقدمها مسري بن سالم بالعرضي الحميري في هذا الانطلاق المميز الجميل. الوصول هناك من الجانب الآخر، الوصول في هذه اللحظات بتحديات جميلة وإثارة متميزة، هنا سيتصل في هذه اللحظات، ولكن من الجانب الآخر أرى تسلل هناك جميل جميل من قبلي هنا الراقية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها وشواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري، تنطلق إلى رابع المراكز. صيد في المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة، هنا المتحدي من يقدمها على المركز الخامس وسادس المراكز. المركز السادس قلنا زمة من الجانب الآخر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري خبير المضمرين. وصلت الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، والقادم أحلى الشكلة قادمة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقدمها المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هذا الانطلاق الجميل والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تاسع مراكزنا تاتي روعة من هجن الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد لقيلي، وعلى المركز العاشر، المركز العاشر هنا وبرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن علي العويسي، محمد بن علي العويسي من يقدمها الشاعر هنا بهذا الانطلاق الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى صدارة هذا الشوط، نعود إلى الشاهينية من انطلقت على المقدمة على المركز الأول، هو الصدارة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، الشكلة قادمة. ذعناها في المركز الثامن، ها هي تتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشة، تقلب موازين هذا الشوط رأس على عقب، تنطلق إلى الصدارة، تنطلق إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من قدم لنا هملولة صاحبة التوقيت الزمني الأفضل في هذا السباق حتى هذه اللحظات، يقدم لنا الشكلة بهذا الأداء المميز. المركز الثاني تأتي الشاهينية، والمركز الثالث شواهين الهنتين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. القدوم هنا، القدوم من الشاهينية ثم الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع المضمر، هناك أيضا خليفة بن سلطان بن رشيد، ومن الجانب الآخر أمطيل أمطيل سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم، يقدمها عتيق بن سالم العرضي الحميري. هنا سادس مراكزنا تاتي صيد لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم، سالم بن سعيد بن منانه في التضمير، والقادمه هملوله من هجن الزعبيله التابعه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم، يقدمها المتعلق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ولكن الصداره مع الشكله المسيطره على زمام الامور، المسيطره على الصداره على المقدمه
المقدمة وعلى المركز الأول. الشكلة من تسيطر على زمام هذه الصدارة وعلى رأس الحربة. الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقدمها المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد على الصدارة على المقدمة. تهانينا للمرة السادسة لأبو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية للمرة الثانية للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ولحظة وصول الشكلة إلى خط النهاية كما قدم لنا الهملولة بتوقيت أفضل، يقدم الشكلة في هذا الشوط المركز الثاني. تأتينا هناك مطيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رابع سعيد مكتوم. المركز الثالث جاهلية من هجنة العاصمة، المركز الرابع السيد لسمو الشيخ أحمد محمد بن رابع سعيد مكتوم، والمركز الخامس الشاهنية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. من وصلت على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الشكلة إلى خط النهاية، معلنة الفوز، معلنة الناموس. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز الشكلة بالمركز الأول، والتهنية للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مرويد. 6 دقائق 12 ثانية، وفاء وتماما وكمالا هو توقيتها الزمني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت مطيلة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرضي الحميري ب 6 دقائق 12 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. بينما ثالثي مراكزنا ولحظة التسلل هنا أيضا ولحظة الوصول هنا بالتحديات بين الشاهنية. نعم الشاهنية وكانت صيد، ولكن الشاهنية لهجنة العاصفة ب 6 دقائق 13 ثانية، وفاء وتماما وكمالا توقيتها الزمني. تهانينا لغياث الهلالي، تهانينا للجميع، وناموس.